السنه اللي فاتت كان الشارع المنزه كان مفتوح دلوقتي، لكن الناس قلت عنه، الناس قلت عنه، يعني البيع والشراء قل خالص. يعني مثلا الجزمه بقت ب 120 جنيه، السنه دي بقت ب 200 جنيه 210 جنيه. بنتكلم النهارده عن غلاء الاسعار. السنه اللي فاتت كان الاسعار اقل شويه، الاسعار ارتفعت في كل حاجه، ملابس، حاجات تانية كتير. يعني كنا السبب في غلاء الاسعار طبعا كل ده بسبب المشاكل السياسيه وسبب تدهور الاحوال السياسيه في كل حاجه في جميع المجالات. طبعا الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت فرق كبير. السنه اللي فاتت كانت الاسعار يعني ما شاء الله كانت حاجه نازل خالص، انما السنه دي اللهم صل على النبي كل حاجه بنشتريها بقت في النار، ولا عارفين نعمل اي حاجه ولا نجيب اي حاجه. السياسه دخلت في كل حاجه.